بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الغالين، حبايبي، يا نظر عيني، يا الطيبين، يا الزينين، الجمعة اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وزيدوا من الصلاة على رسول الله في هذا اليوم الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. أعزائي الغالين المتابعين، حرية وياكم. من وين اليوم؟ من البداير، من البداير. الله، بدأ الشغل. شوفوا، من البداير اليوم وياكم. عادة عندي طبخة، جالس أجهز أجهز أجهز. اليوم واحد من الشارجة جايب اللحم، طول عمره ما يرضى نذكر اسمه، شو نسوي بعد؟ والمهم وهاي جهزت عاد هذا اللحم، وصل. يا ابو عمر، يا ابو عمر، هذا اللحم ذبيحتين. شوفوا الشحم، لحم لحم، يعني لحم ما قصرت. الرجال اللي في الشارجة مروا مطري اسمه، بتقوا اعطيته اسمي، خبرته لنا لا زين، وركبت الجذور. هذا جذر العيش، اليوم بسوي طبخه ثانيه، يعني طبخه غير. ايه، وهذا جذر حق اللحم. ايه، هذا جذر حق اللحم، وهذا جذر حق العيش. من البداير، من البداير، من البداير. حري يسلم عليكم من البداير. يلا عاشوا 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 عاشوا. نعم تعيبني. يلا عاش ابوي سمير، يلا ابوي، يلا عاشوا. شل الذبان. ها 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 ها، نظف 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 نظف. هذا يبالك انزين الغالي، ما يباله. هذا اليوم طريقه هو الشواء، سواء بالتنور ولا غير تنور ولا بجدر، هو واحد المده والنكهه ونفس الشيء. انا الحين ما بطول سالفه عليكم، هذا بملحه، هذا بحط ملحه، هذا الملح، وهذا فوق الكركم. خلط ملط. خلط ملط ملط مره. حي هذا الكركم فوق الملح، لازم بح اول بصفر اللحم. صفرت اللحم، صفر اللحم بالكحة. ايه ما يبالي بعد زيادة كلام. صفر يا حرية، صفر يا حرية، صور يا سمير، صفر يا حرية وصور يا سمير. يا ابو عمر يلا 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 يلا، قلبت الحين لازم تقلبه. لكن مشكور يا راعي اللحم، ما بلحم ما دل. ها بعد الحين قلبت اللحم، ايه لازم تقلب كله. ايه قلب اللحم، ايه عاد الحين بسألكم سؤال. هذا بالملح، اسمعوا اسمعوا، خلوا على بالكم، ترى ما بشرط انكم تغسلون اللحم، لا 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 لا، ها بشرط مول، خلوا ويا ملح ويا الكركم. في ناس والله غسلوه، ايش حقه؟ ايش حقه؟ ليش حقه؟ لا ما ينغسل، خلي الكركم والملح. وعندي الخلطه العمانيه هذه، مال الشواء. اوه عمان، ولا شيء في عمان. نعم الحين شوفوا 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 الخلطة الأساسية الرئيسية جايه عند هلا. والحين طويل العمر. سمعوا البهار اليابس يعطي الماي نوخه، الماء يعطي نوخه، النوخه يعني نكهه. اذا عطى نكهه رد الماي، بخار الماي يعطي اللحم بعد نكهه، يعني نكهه فوق نكهه بالاضافه الى البهار. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا هذا البهار اليابس، هذا البهار اليابس. نعم سمير، صور صور ابوي. هذا البهار اليابس. الحين بولع تحت الجدر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، يعل ان شاء الله في عين العدو والحاسد والباغب والمحط العين يا الله، ولا يقول بسم الله. نعم سمير، في عين منو؟ الحاسد، عين الحاسد. نعم حينا حينا رديت القاعده. يلا تعال سمير وياي، تعال تعال
هذا الماي عاد اللحم يا بابا بزيد خل إيه بس وقف. سمع يسمع والحاضر يعلم الغايب أكاديمية حرية للأكلات الشعبية خلك وياي شوف الحين هذا وصبيت عليه ماء الليمون يبقى له ماء الليمون ماء الليمون وما عندي كلفس ملفس كلفس ملفس نو شفتوا غلطة الحين نعم بارد دحينة ايه ايه العدل عدل ابوي اخذوا الشغل عند حرية اخذوا الشغل لو كل من يوم نجر ما تم بالوادي شجر عطوا الخباز خبزه قولوا لي صح ولا غلط وهاي الشغلة انا حريه عندي ورق الليمون الحامض احسن من كل شيء لا شوع ولا مو طب الصراحه لان في نوخه في نكهه حتى بخور فكان يحطونه في الشاي اول بفرشها نعم هذا الورق الرومي ما شاء الله يعني نوخه اي نعم والله شو الريح البيئه وهذا اللحم سمير ودناه ودنا اللحم يا هو لحم ما قصرت يا حمدان ما بطريق اسمك الكامل بيض الله وجهك يا هو لحم هي اللي بيعزم الوادم هاي الذبيحه كريم انت جاي على ابوك وجاي على امك كريمه شوفوا صف اللحم هلا وسهلا ومرحبا حي الله بالغالين وين ما كنتم حرية وياكم في أكلاته الشعبية خدمات تطوعية من غير أنانية اخدم الناس ما نبغى شيء إذا حيين قول الله يعطيهم الصحة والعافية وإذا سمعتم مثلنا والله خذ أجلنا قولوا الله يرحمه ويغفر له نرجع للجدر يا سمير صبر شفتوا هذا والحين الله ايه نعم شوف ايه ما يبغى سنه بعد ابوه اوصيك مصايب اوصيك بريحه اللوم يا ملوم الحامض تعال سمير بخبر شيء اسمعوا تعالوا سمعوا وين ما كنتم وين ما تكونوا الحين هالطبخه جرب الشيء احسن من الدنيا وما فيها مض هذه اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد الجمعه صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام شوف هذا الحين الجدر وهذا حين حريه خلاص ونرجع لكم ان شاء الله بعد الصلاه صور الجدر يا ويله نعم الحين نرجع عادة إلى شو؟ إلى طبخة العيش طبخة ثانية تختلف متميزة خلكم وياي سبحان الله أيام اشتاء أسلون رحلة حد ييكم في مكان في شرق في غرب الله يذكره بالخير حرية خالد حرية علمنا حد يقول لي خالد حد يقول لي خلود كل الطرق تؤدي إلى المطبخ نعم كل واحد عنده خطته او طبخته او خلطته انتو خلكم وياي احنا صادق الثوم قال اكل بالثوم قد ما تروم ان شاء الله قد ما تروم عيل حط قد ما تروم عيل حط
قال مضروب اي الحظ قال مضروب اي الحظ شان قال مضروب يا بطل هذا قال ما واكل قال من الزنجبيل بالقوه والحيل يعني انزين الثوم حطيته هذا الزنجبيله هذا الزنجبيل صارت ثاني شوف وايد زنجبيل يارك الله يارك الله سمير ايه خضار خضار يعني شيء وهذا الفلفل الخضر نعم دق عليه دقاه يا ولد دقاه نعم شوفوا معوني حطيت الزنجبيل باي باي والثوم والفلفل بحط عليه بعد شويه عشان ما ايه ملح وبعد شويه عشان شو بسوي بد ما دقة ما بعد دقة بعد لو بمو لا يعني لوكيشن لبين وشي ما تساعدني ودك ان شاء الله بس بتاكل جاهز هاني انا ما داني فيك عند الغراف اول واحد انت عند السليم دق تعال والله افتح بس عطني بس هذا نحن الله لا هنا بعد تعالوا وغير هنا بعد الرياح شوفوا الرياح واويلا هذا حق الزباين يحافظ الزباين اللي البداير وين المحبه ساير هذا سبريد وابياح والشواي التقليدي وين يا الله المستعان يفوتك اي نعم هذا حق الزباين للسمك اما نحن لا اليوم غدانا غداء بيقولنا عرب وعازمينهم هي نعم وشوفوا وحنشوفوا طريقه العيش يا شو عاش لوكيشن دق هذا وصل شرايح اخوكم لوكيشن ونسلم على الناس مرحب يا شوف شغلك بس بغيت لها أعزائي الغالين حبايب المتابع اذكر الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام الجمعة الحر الدهن الحين أنا لازم أشوفه أعطيه البزار اليابسة نعم خلي مرة إيه عمر وياه إيه نعم مرة أرجع إيه أرجع يعني شوفوا اسمعوا البصل والثوم والزنجبيل والفلفل هذا ما بده مغرج لا ما يشرب الحين شرب شوفوا الحين بدا يشرب شوفوا ايه هذا والحين بنطهره بالبهارات اللي خور فكان شموهن خور فكان
كان انا في البداير وشموا ريحته في خرفه كان. شوف الحين صور قدامك. طبعا هذا البذار مخلوط من جميع الانواع، يعني سواء حطيت كركم او ما حطيت كركم ما له داعي، لان كل شيء هذا البذار حريه. شو ما يتم الخليج كله، السعوديه والبحرين والقطار وعمان، لكن احب ان طبعا طباخ واخراج خالد حريه وتصوير نوح لوكيشن ميرسي. على الجدر شوفها، على الجدر الحين شفتوها شرب يا فارس، شرب البقعة بقعة شرب البقعة. يلا يلا عطى عطى ماي عطى ماي عطى ماي. عطى عطى مرة ايه عليك السلام ابو محمد. هيا الله بالحبيب، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله على السلامة، عساك بخير. هلا ابو يومين شت مرة من ويا وين عيد؟ الحمد لله خالد بول ورجولاتك حطوا اهل عمي. هلا الغالي، هلا والله. السلام عليكم. كان في ويا صح؟ قولوا امين امين. واسمع امين، ترد على الكبه وما يبي تكرفس انت مكانه. قال كلام ما تركب هاي اهون عليه بلاستيك اهون عليه ما تكون على مثلا هي. الله يعطيك العافيه. العافيه ما منقضي اجي عليكم من غلاكم ولا فادي مفكر محمد الشمس عاصم انتشر عليك هذا. هلا فيكم الحرية يحييكم من البداير. هذا وغلا ومرحبا بالغالين بالامهات والخوات الغاليات اللي صارت تتابع الحبيه الحين في طبخه الشعبيه. هي الحين الجدر شرات المريض لازم تزوره كحين الزوره كحين الزوره وتطالع هي الحين افتح الجدر. الله اكبر، صلاه على النبي، صلاه على النبي محمد. شوفوا تعال لوكيشن قرب يا شباب. شوفوا هذا الملاس طرف الملاس رواح ابوه ما عقب عقب ولا فوق فوق. خلاص يعني حلال 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 البيزات، حلال البيزات بالحمى هذه. نعم يلا 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 نعم بس اوقف الجدر يا ولد، حلال عليه. نعم اوقف اللحم، اكل اللحم والمصر. والحين بنشوف جدر العيش. الله إيه. مره ابوه نجم 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 مره. الله 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 الله. انا بعد من نوع الناس اللي ما احب اضرب من لاس بالعيش وايد. لا في ناس تاخذ العيش تقول هايك بلياردو، لا مش حقه. في ناس انا لا ما اضرب من لاس زياده، كثر ما اضرب من لاس كسر العيش.
كسر خل العيش الحبل حبته. شو كسر العيش؟ اه بليارد بليارد حقه هذا شدر مطاول بليارد والله. تعال تعال نشرب شاي نسينا هذا حين الجدر ابوه. شوف الحين خلاص الحين شو وقته؟ الحين وقت اسحب اسحب النار يا طويل العمر بالطريقه هذه. بدايرك وعلى مكانك على مطبخ الشيف الجميل هاللون الباحث منور يا الله وش باحث قول على نجاح الحفلة مع الدبل الجيري زين ونجاح مع الحفلة مع الكسبو اوكي سوى جدرين قل حفلة جدر انك انت يعني ما حدا حفله ولها ولها جدر لها جدر ايش حقه على نجاحك على الرقيص اللي رقصتنا شكرا لك على السعاد والاناس اللي استانسوا ابوي جزاك الله ذهب الاصلي ما يبور الله يطول عمرك وعين الحاسد فيها عود الله يحفظك يا ابو محمد نورت المكان نورت الزيته وانا من بعيد يا طالع عيونك وابتسامتك الحلوه انا شو يا ابو ما قبضت عمري الا الحديد قام يرتقل وياي وين جدرك سبوب؟ هذا كبير ايه سبوب لانه عالمي عالمي وهذا مال مهرجان مال مهرجان نعم 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 الله يحفظك وهذا لوكيشن نصور يا سلام عليك الفنان هذا ابو خالد ابو خالد هذا ابو خالد الواحد كان منور الحفل وبصور اوه البارحه يقول على وجودك هلا بشمالك سلام عليك ابو خالد عليك سنتين ما شفناك جدر تعلقك وين؟ في اكسبو العود العالمي هو العالمي هذا اوبن هذا هي خلي خود الدخان اول عشان نشوف شو ويلا الله 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 شو يا اللحم شو قايل من مين شاء اللحم طال عمرك مره هندوك شو هو قايل يلا الان يا الله واو واو هذا جدر خل سكروا الجدر تعالوا ولا اشرب يلا سكر الجدر حبيبي عشانك متعلم فنان وعين الحسود فيها عود وكمان عني وعنك صحيح اللي يحسدنا نعم وهذا الجدر الثاني الجدر الثاني نعم خلنا نشوف هذا عشان تؤلق الفنان القدير الكبير عبد الله بالخير وين في هذا هم الفجيره هي هم الفجيره ابغى اشوفه بابا افتح يا ابو بكر شوي شوي هذا اللي ما في الحب قلب غيره نعم ويلا اصور يا مصور ها شو هذا العيش اللي فوقه ونظام صاروطي مسوي لنا صاروطي يا الله هذا الحين شقاوة ولا طالع هذا الحين شقا بنسوي واو ها شو اسوي ما واو كثيرة يا الله صاروطي ما اشهر وما ألذ يا الله يا أنا بالعادي هاتوا هو قال واو زين هاتوا كم يام يلعب يا الله لا تجيب ما لا والله هذا يجي واو لا كم حلو لا حطوا سبريتو بعد واو واو لا جميل 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 الله يحفظك ابو محمد اسمي شيء اسمي شيء يا الله صاروطي يا جميل ما تسوي الا الحلو يا ابو محمد لا تسوي الا الحلو من عادتك من عوايدك يا سلام يا سلام
نورتي 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 البداير ما لقيتها بعد من جميلي ساعدني ما بعيد والله طبعا ويانا اليوم زارتنا على الغداء الفنانة المتألقة الكويتية والله جاي شمس. اشوفك والله العظيم انت اسم على مسمى طبو انت شمس انت تعنيت جمر. ساعتين عشان اجيبها تموت فيه في حد ما يحبك يا انت شمس انت قمر انت نجوم انت كل شيء اصلا انا سمعت انت برق انت انت برق انت ما شاء الله عليك شبلان الساعه المباركه طبعا ليت اهل الغالي مساك الله بخير حبيبي كيف حالك تفضلي 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 وين انت شو المشكله انا شمس باقي وجارك ايوه جاي جاي مرحبا كيف حالك مرحبا يعطيك العافيه مرحبا هلا والله مرحبا هلا وغلا شكرا شاء الله طيبين تفضلي وين تبي تجلسين اختاري مره الله يطول عمرك تفضلي 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 ما شاء الله تفضلي تفضلي حالك خير يطول عمرك الفنان مايد اليوم ما شاء الله فنانين العمالقه المطربين تستاهلين بمناسبه اليوم الوطني البحريني الفنان عطنا كلمة عن البحرين البحرين أهني ملكهم وأهني حكومتهم الرشيدة وأهني شعبهم الجميل وأهني كل من يحب البحرين يعز عليها وأبغي حيول منقش في صيغة البحرين الله يرضيك كل عام وهم بألف ألف ألف خير حبايب قلبنا والله العظيم عن البحرين أي طبعا البحرين والكويت واحد أي والله الـ 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 عن البحرين كل عام هالبحرين بالخير يستاهلون كل خير عن البحرين كل عام الملك ملك البحرين ألف خير حكومة وشعبا ومقيمين في البحرين عليهم الصحة والعافية عن البحرين كل عام هم بخير متغير عن البحرين شوفوا حنا وين اليوم عند من أشهر من أن يعرف تذكرون دائما على اللايفات حقي أقول لكم أحب خالد حرية حبتك العافية يا ابو الملايكة حي الله ونعم ومنو قالك حرية ما يحبك؟ I love you too نعم يا الله يا الأزرق اوه يا الأزرق اوه يا الأزرق شموسه العب بالساحة الله يا الكويتية والكويتي أزرق نعم وهذا بعد يحب الأزرق لكن لبسه أحمر الله يحفظك انت نورتي المكان احنا ياسين ابويا على المنامه نعم نخبه من الفنانين الخليجيين الطيبين الحبوبين اصحاب القلوب البيضاء يعيشون وياك عكس ما يجيك واحد شوفوا هذه جلستنا احنا جالسين كذا الله يستر عليهم يوم يشوفونك الضروس بيضاء لكن يقولون صدق شو الفائده؟ لا خل صف النيه صف النيه صف النيه صف النيه هلا 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 اليوم نورتي الأضيافتش وعويتك من هناك لهني أي والله عشان وجهك الطيب وجهك الخير وأنت الشمس حبيبي وأنت القمر وأنت النجوم وأنت البر وأنت المطر وأنت الوادي يا داخل في وادي وش نسوي وش نسوي اليوم نسوي أكلات اليوم صرت سلم شرى شوية الله هذا القبولي أي تعال افتح لي هذا تعال ما شاء الله تبارك الله تعال سويرة والله أمرج الطريقة هي بسم الله طريقة الحرية نثري لا تدشون بالكلام خلوا تاخذ راحة الصبر تبارك الله كثر الله خيرك بالعكس إن شاء الله أردها لك عاد بالفرحة اللي أنت تقولها لا بعد عزيمتك بعد ثانية في المزرعة أي بنسوي لك باربكيو شعبي أي غير هذا بعد ابو عبيد ايوه تستاهل فنان وين راح ابو جركل ابو جركل ابو جركل توك توك بيموت ابو جركل ايه توك توك كله اي والله هي شمس الشموس بس خلصت ابو عبيد زين عشان تاخذ راحتك في التصوير يا ابو عبيد يا حبيبي
طبعا غير بيكون صعب. الله تبارك الله. هذا ايه يب الصينيه هذا بيبي خروف صح؟ ايه هذا ريال شارنا ما بنطري اسمه. ها؟ قاعد تقولون اسمي. ايه اللي واقف وراك مع الشارجه. وييي يلا يا ولد يب هذا. ونعم والله ونعم. قاعد تقولون اسمي كل ما بنقول اسمك. ايه صدقه جاريه. متحفظ. من متحفظون. بيبي خروف مصغرهم ها؟ إيه نعم ده شو تيجي وابوي ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الله المستعان إيه إيه شنو نعم في عيش مشخول أبيض نعم شيء لأني أنا أخاف من الفلفل إلا إلا شيء ولو ما شيء بنطبخ لك بنسوي الحين نحن كم شم وسعدنا واحدة واحدة وكم شمس في الخليج؟ واحدة. وكم شمس في السماء؟ واحدة وأنا. أرحم الله وجهك. وسهلا حيا الله شمس. والله محييك تسلم بارك الله فيك. نور. كثر الله خيرك. إن شاء الله يا رب وش نقول له دعوة؟ في عرس محمد وعبد الله إن شاء الله. بإذن الله. أي. عن يبك أنا قد مدين ونرقص رقيص. وعاد بالخير عيالة بعد هذه. أي والله إن شاء الله. أنا وأنتي بنكون. أنا وأنتي بنكون بنسوي لي زي لي إن شاء الله. أي والله. نعم اسال الله يجعلنا حق ان شاء الله وانا سعيد بوجود الفنان العملاق العود 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 والخير الباحش وسوى في القصه ومايد ما شاء الله عليه الفنان حبيبي ماجد ونعم فنانتنا الشمس افتح افتح يا ولد افتح يا شمس الله بالعافيه عليكم يا سلام طبعا الشمس اخترت تاكل ليش تاكل عشان انا اخاف من الفلفل اي الفلفل مع ان احنا يعيبنا الفلفل انا يعني اتعبنا من الفلفل ما في هذا كم اللاس بحط له الحيم 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 اجلس كل تعال ابوي هات صحن هاي تقيل انا بضلع خلي صوبك عيل هلا حبيبي هذا انا وبالخير هذا ايش دعوه لا بالخير انا باكل فوق فوق اي نعم يلا وبالعافيه حبيبي هذا ابوي خاص الساعه المباركه فيكم كل ابوي هذا عندكم نعم اعطوني يصحون عاد الحين اعطوني يصحون وانا بغرب نعم حط لي ابوي حط لي هذا الاكل الشهي بس شو اللي مش عاقد لكم انا لذيذ على ضلع ولا بس هو العيش بس الله يطول لك بالخير العيش بس والله الحين اللحم الغاوي يا ابو اللحم الغاوي اسمع انت روح غاوي في رز ابيض وفي مجبوس خير في روب 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 ايه من غير أحسن فلفل الحمى في التاريخ الى احلى مطر في التاريخ يا سلام شو تقول والله صدقت وين لحمة التاريخ الحين هاي لحمة التاريخ الحين بقضي على التاريخ الحين ياكل الله البحرين وصل صوغتكم ما قصرتوا طول الله عباركم صوغة البحرين سائر البحرين بندي بسلاماتي يا سائر البحرين بلغ سلاماتي يا سائر البحرين بلغ سلاماتي وبسأل عن الغالي حينا ولا حي نعم شموسة سائر البحرين بلغ سلاماتي يا سائر البحرين بلغ سلاماتي عمي يا سائر البحرين بلغ سلاماتي بسأل عن الغالي حي ولا ماتي ها مات لا ان شاء الله ان شاء الله مش حقه ها ابو الخير حي ولا مات لا طبعا حي حي ان شاء الله نعم يلس 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 هاي حلوياتي هاي صوغة البحرين عرفناها وهذا الله يا البحرين بدأ المتاي المتاي وهذا شو بعد جايبين هناك طلع بنشوف هذا بعد صوغة وين صوغة الشارجة هاي صوغة الشارجة يا رب ويزا حطا زين هاي صوغة الشارجة صنع عبد الله بالخير في الحرف الأول ها الحرف الأول أسمع الحرف الأول شو قال الحرف الأول عبد الله بالخير شو خوي الحرف الأول شيء ها الحرف الأول ح ها حم
شوحة. آخر شيء فن. آخر شيء فن. دين 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 دان. دان. عمري يقولي أنت الله وخيرك يمكن 13 سنة. ابتديت طب. نعم عند يدك الله يرحمه كانت مريضة. أبوي في الكويت. هاك الزمان ما شيء مشاكل. قالوا خلوه خلوه عند يدوه في داريها. عيوني. هي وحلوة. انزين. هو ومريضة. خلينا عنده مريضة ها. انزين طويل العمر. ايه. واسوي شاهي. ايه. واسوي كنت عاد هي قبل تقلي السمك وتسوي العيش وانا هذا. فانا حطيت هدف الطباخ في مزاجي في بالي. خلاص. وبعدين قمت وتعلمت الطباخ. قلت ما بدي دراسة ولا ابغى الانجليزي ولا ابغى هذا خليني اتعلم الطبخ. صح. الطبخ مهره حلوه. في اوروبا الشيف عندهم اهم من رئيس الدوله لان آه. يقول لك رئيس الدوله عندهم يتغير كل 4 سنين لكن الشيف اللي يمثل البلد في اوروبا بالذات في تقدير كثير عالي للشيف. حتى المهاجر اللي ما عنده اقامه اذا دخل مدرسه طبخ يعطونه جنسيه واقامه لان يقدرون الطباخ او الشيف كثير في تقدير عالي لانه يقول لك الشيف يصنع حضارة بلد. البلد تقيم بمطبخها يعني مثلا خلينا نقول. وانا لك فش لما تذكر الهند على طول شو يقولون البهارات البرياني المغرب الطاجين ما ادري وشو البلدان لما تذكر في العالم كله اول شيء يتحط اكلها لبنان والله الحمص التبولة ما ادري شو الامارات الجشيد ما اعرف شو البلد اللي ما فيها مطبخ يعني هوية مطبخ يعتبرونها ناقصة حضارة يعني مثلا بريطانيا على عظمتها ما عندها مطبخ يعني انت الحين تعرف الاكل البريطاني ما حد يجيب سيرته ما سمعنا بعد اكزاكتلي لكن تعرف الفرنسي تعرف الايطالي لانهم حضارة تتسمى الحضارات باكلها فانت كلمة شيف او كلمة طاهي حاجة كثير عظيمة في كل العالم انت لما انا انتبهت على شغلة انك قلت انا لا دخلت الانجليزي ولا الدراسة انت سويتها اعظم لان مو من الغدور الدراسة لكن اللي انت مسويه حضارة اللي انت يعني مثلا الناس من برا بتزور الامارات اول شيء وش يبون اكل خلا تقرب كلامها حلو جميل كلام هذا الكلام مثلها هذا كلام العدل هم ضربه فيلسوفه صحيح نعم فالان خالد حريه كقيمه للبلد كانك تقدم هويه بلدك وجالس تطور فيها وجالس تحط من هنا وتحط بصمتك لا الشعبين حتى من اليريور الجشيد سويت ستيك وهمبرجر وباكوره نعم الاول وللقيمات سويت الجيمات بالحلوة الأول في الخليج ما حد سوى قبل الجيمات في الحلوة الجيمات بالحلوة نحن هذا الإبداع هذا الفن لو كنت ما أدري وش درست مستحيل كنت تحصل الحمد لله يوم سقط تدرين كم سنة سقط تدرين كم سنة الحمد لله يوم سقط هي والله العظيم الصف أول الصف سادس تقولين تنكر مغرز يدزوني بالقوة بس من حظمة عشان يطلع لنا هذا الفن الحمد لله رب العالمين يعني. يا ما ضربوني ويا ما هذا يا خلود ادرس يا خلود اتعلم بس عاد شو اللي حنعاقلني يا ليتني تعلمت الانجليزي او خاتم خلاص الانجليزي ما اعرف موت وانت جالس تقدم لغه أيوة. الاكل حقك لغه الكل يفهمها الانجليزي لغه مو الكل تفهمها اي لا الحمد لله رب الاكل رب اللي يستطعمه الاكل لغه خاصه يعني قصدي الحمد لله يوم سقطت اي انا بارك لك بسقوطك على فكره اي والله عظيم طموحك غير انك ما شاء الله تعتبر رقم واحد شيف اماراتي ومطبخ خالد حريه حاجه احنا وعينا عليها الله حاجه بس. كلنا عارفين وش هي في عراس للشيوخ في عراس الناس العادي في كل مكان الحمد لله رب العالمين ايه. توفيق من الله شو طموحك القال لان انا عارف ان انت عندك روح شباب ايه يعني ايه انت مو مثل بعض الناس ايه ما تملل عندك روح شباب وشو طموحك للقادم ناوي مفكر بشيء انا الطموح أنا ما أتوقف الطموح أي أنا مثل ما قلت لك آخر شيء الفنان القدير عبد الله زيد قدم لي في السينما يعني كنت مشجع رياضي صح وقال خير البارحة على المسرح قال عميد المشجعين نعم وكلام الخير في مكانه نعم الحرية هو عميد المشجعين صحيح. المستوى لا يقبله ولا بيع عقبه صحيح
والخير. هذا كلام صحيح. هذا الحقيقة والواقع طعم. هذا الواقع. فشيف مثل ما بدي قال عمرك. الحين بعد دخلنا على الفنان قدير عبد الله زيد في السينما. وبعد إذا حد عندك خبر بيصير الفضاء بعد بس وياهم أنا. ما أتوقف. الحياة طموح. أيوة. وأنا زاحم. نعم طالع. أنت مختار مكان هنا في البر في الواحدي. مو جرأة تحس إنك تختار هالمكان تعمل في مطعم. نعم نعم نعم. أشاهد أنا. التجارة. تركب على ثلاثة، الكذب على ثلاثة. نعم صح. الحزن ثلاثة أيام. صح. الفرح ثلاثة أيام. خلينا عن التجارة تركب على أربعة. اللي هي؟ اللي هي التجارة. ها؟ شطارة، ربح، خسارة. الله عليك. وأنا أخاطر. أنا ما أخذ مطعم في دبي بمبلغ خيالي. لكن ناجح. الحمد في الورقة الحمد لله رب العالمين. غالي قلت التاجر. عطى الخباز خبزة الواحد يعرف شغلته صحيح رب العالمين. طقوسك غير الطبخ لأن ما شاء الله أشوفك كذا مفرفش كذا تهبل يعني طنش تعش وترتعش هل نصيحتك للي يتابعونا لو أقول لك خالد حرية بعد خبرة هذا العمر والتجارب واللي مريت فيه وشو تعطي نصيحة للي يشوفونه؟ طنش تعش طنش تعش أقوى شيء روح قدام ولا تتفل إلى الخلف أي أبداً. ابدا لان ما بيقول الا اللي فاضي اللي ما عنده شغل أيوة ما له شغل أيوة يدخل في عالم الناس وهاي الجمعة على خليك على شمس فنانة ناجح الخير فنان ناجح حرية طباخ ناجح فيقعدون يتلق لكم ورا غر 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 ليش فاضيين مش مشغولين المشغول ماله ما عنده شيء يشغلهم لكن اللي مشغول واللي يركب هذا مش فاضي احنا احنا ايش حق نقول عند فلان وعند علان احنا مشغولين في المطابخ وندور منه ويا الله نحط راسنا ونرقد مش فاضي لكن الفاضي فلان فلان المطرب المطرب قر 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 هذا فاضي هذا عنده انفصال في الشخصية إذا لازم تطنش عليه طنش واسحب عليه بعد ايوه نعم السحبة الأليمة اسحب عليه طنش تعش تنتعش وترتعش وترتعش نعم I love you I love you too يا الغالية شموس يسلمون عليك متابعيني كلهم سلمهم حبايب قلبي لك والمتابعين يا رويح هذه شموس جيماتنا هذه جيماتنا الجيمات يا نوح نعم تعال اهلا وسهلا ومرحبتين متابعيني دائم مكملين المشوار وياكم يا المشاهير طبعا الخليج لا بل مشاهير العالم هذا اللي تشوفونه هذا من المشاهير السناب شات والتيك توك في تركيا طباخ وشيف بالاسماك واليوم واحد من الربع قال لايابه عند لابودي عند شيف الاماراتي اللي هو ونحن سعيدين بشوفته ونخلص انه هو عندنا مع بعض ما شاء الله بعد نجوم من السعودية بعد من الناس اللي يتابعونهم الملايين مش هذي يقوموا 200 لا 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 احنا بايونا لأصحاب الملايين قبل الله عارف في واحد من عبد 200 قال انا مشهور 300 قال انا مشهور زورين بعد لا هذا اتكلم شوي بالتركي sizleri çok seviyorum dillerine sağlık şefim çok güzel de şey yani şu ben قال يعني عند احسن لكم ونحييكم من البدايه البداير الحلوين ما شاء الله كلهم اليوم نعم عند حرية متيامعين نعم هذه تقولون البداير شغالة 10 على 10 هاي البداير الزباين من كم سنة انت عندي والله من سنين ومنين هذه ما شاء الله عليهم الصلاة على النبي محمد كلهم الزباين صليت عليهم بالنبي محمد كل واحد يقول انا صليت عليكم بالنبي هذا الاسبوع اللي طاف موجود لا كنت مشغول بخرف كان ها ما شاء الله الشبيبة ياكلون الجيمات ويا دراجاتهم والدراجات انواع واشكال تعال هذا شو كرك حرية لا هاي في البداية مكانه كرك حرية الله شو ايه نعم والحياة حلوة والحياة
بعدك صغير ما شاء الله، شو بالك؟ ها بعد ولادك الله يخليه طول عمره. ها والشبيبة وهي صورني ونستانس. ها شوفوا شوفوا ما شاء الله. ها كلهم كلهم حمدان حمدان صور صور. هذا هذا حبيبي هذا حمدان ما شاء الله عليهم. كاشخين 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 الشبيبة كاشخين. الله سلام سلام. طالع 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 أبوه دراجات. نعم البداير أهل بداير وين ما الحب ساير. نعم كرك حرية متجمع العلي أنت كرك حرية. نعم لوكيشن سلام عليك أبو خالد. نعم حيا الله أبو خالد ما شاء الله. الصلاة ها مال فجير بعده مال الغرفة. أهل زين السلام عليكم. اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا محمد. عين الحسود فيها عود مسود وتنود، يعني تنود يعني يرقد ما بيشوف العالم. اليوم اليوم البداير منورة بالمشاهير واليوم عندنا. اللهم صلي على محمد. والله تشرفنا فيك والله يسعدكم يا أهل الإمارات على كرمكم. الكرم فيكم ومنكم طول الله عمرك. حيا الله السعودية حيا الله هالجدة لبعانك. أنت أكلكم لذيذ وربي أنا أول مرة أجرب أوكي بشهادة حرفين أكلكم لذيذ اللي ما جرب ويجي يجرب. يعني إيش رأيك في الجيمات؟ هذا الجيمات حرية بصحونه وكل العرب يمدحونه والكرك هاي مغنيين عليه طول الله عمرك. شاهي باستكانه شاهي باستكانه كارك حري محلا. والله لوكيشن مداوم دوام رسمي. متى بسير؟ مره اصبر شو خنصلي العشاء وسير صلي خلاص لا حش. ونحن سعيدين بشوفك ان شاء الله والله انا اسعد. وكل مره مر علينا يوم بتي مره على الساعه المباركه ابشر. انت نجمه الله من نجوم السوشيال ميديا ما شاء الله عليك. وهاي ما شاء الله شو تقرب لك بعد؟ أختي ما شاء الله وصلت على النبي. هاي بالكاميرا عدالك؟ عندك فلتر كويس؟ لا أنت حلوة أصلاً. أنت الله خالق أنك حلوة ما شاء الله. ما شاء الله عليك بحالاتك وبأخلاقك تسوين الدنيا. بالعافية عليكم. زيارة خاصة من السعودية الغالين إلى مطبخ خالد حرية في البداير. وين ما زين ساير. أهلاً وسهلاً. ما شاء الله. كل شيء حتى ممثل احنا مثل صدق والله العظيم عند عبد الله ابو زيد ممثل مسوي فيلم وياه يا سلام كل شيء